أنا اسمي هالة غريب، مدير مديرية تموين الجيزة. أنا برحب طبعاً بالزوار، والنهاردة يوم جمعة، وزي ما أنتم شايفين في إقبال شديد جداً على المعرض، في تزاحم غير عادي، وبالأخص طبعاً على الشركات المصرية اللي تحت رعاية فخامة الرئيس الجمهورية وتعليم وبضوء توجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المسلحي. طبعاً شركاتنا المصرية بتقدم كالعادة كل ما هو جديد، وطبعاً في شغل جامد جداً على أرض الواقع زي ما أنتم شايفين حضرتك دلوقتي. دي شنطة أهلاً رمضان حضرتك، الشنطة دي ب 128، فيها ازازتين زيت، الازازة ب 35، عندي كيسين رز الكيسين ب 28، عندي كيسين سكر الكيسين ب 28، يعني الحساب كله 128 جنيه للأسرة المصرية. لما أقول شنطة زي دي 128 تقضي الشهر الكريم إن شاء الله. وطبعا زي ما حضرتك شايف إحنا شهر ده، إحنا النهاردة 24/2/2023 ولسه ما بدأش رمضان، والوزارة بتشتغل بكافة طاقتها، وطبعا تحت إشراف المفتشي الرقابة التجارية والمركزية على مستوى الجمهورية عشان نقدم سلعة جيدة للمواطن المصري. طبعا أنا بشكر طبعا من مكاني ده، بشكر كل الزملاء اللي شغالين بره الرقابيين، إحنا كلنا مستمرين على مدار اليوم عشان نتأكد إن السلعة بتوصل بالسعر الرسمي زي ما معالي الوزير وجهنا، بالسعر اللي هو نازل زي ما حضرتك شايف، الرز ب 14.5، والسكر هكذا ب 14.5، والزيت ب 35. فالحمد لله الاسعار تمام، واحنا بنشوفها طبعا معلنه للجميع، والحمد لله برضو في شركات اخرى طبعا قطاع خاص برضو بتقدم سلعه محترمه. وانا بقول من مكاني ده انا بشكر فخامه رئيس الدوله عبد الفتاح السيسي بصراحه، لان هو بيوجهنا دايما على ان احنا نقدم افضل منتج للمواطن المصري، وطبعا في ضوء توجيهات معالي وزير التموين والتجاره الداخليه. انا عندي طبعا الفراخ البرازيلي، الفرخه ب 65 جنيه، وطبعا زي ما حضرتك عارف في فئه معينه بتحب الفراخ جدا. انا ممكن سامع اشاعه بيقولوا ايه، اصل الفراخ دي مش عارف متوفيه، اصل جايبينها مش عارف ايه. لا 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 لا، انا بقول لهم في مكاني ده في حجر صحي وفي مراقبه مستمره على الدواجن، مفيش افراج جمركي بيجي لاي منتج او اي شحنه الا ما بتكون في افراج جمركي عليها عن طريق طبعا الرقابه من الصحه وطبعا والطب البيطري. وطبعا بالعكس ده بتبقى حاجه نظيفه جدا وحاجه محترمه، واثقين طبعا من انتاجها وصلاحيتها. لا لا إشاعة، احنا سايبين المنتج حسب طبعا الكميات المتاحه، من في عندنا من 65 ل 71.5. الشركات المصريه منزله الدواجن كيلو جرام. طبعا انت عارف حضرتك دلوقتي السعر الفرخه الحيه وصلت ل 80 جنيه الكيلو. طبعا شوف حضرتك عقبال ما تتنضف هتوصل لحوالي تقريبا 650 جرام. دي فرخه كامله حيه ب 71.5 الكيلو، يعني بصراحه حاجه محترمه. وعلى فكره في فئه كبيره جدا، انت عارف حضرتك العاملين والموظفين في الدوله بيحبوا طبعا الحاجه السريعه والسهله. وانا بقول لهم من مكان ده احنا بناكل فراخ، دي فراخ دي تحت اشراف طبي متكامل من وزارة الصحة، والفراخ دي ممتازة. وإن شاء الله إحنا بنحارب طبعا في ضوء توجيهات معالي وزير التموين إن إحنا يكون في سوق موازي، وإن شاء الله في سوق موازي عشان خاطر أي تاجر جشع عايز يلعب ويتاجر بالمواطن المصري مش هيقدر. في فراخ مجمدة جاية وإن شاء الله هننزل بيها بكميات كبيرة جدا. مفيش، أنا عايزة كل محلات الفراخ هتقفل إن شاء الله، كل اللي بيتاجر بالمواطن المصري مش هيقدر يتاجر، لان في سوق موازي احنا بنشتغل عليه ان احنا هنوفر الفرخه المجمده وهنوفر سلعه الرز برده، عشان طبعا في اشاعات كتيره جدا وفي ناس داخله ان بتقول ان الرز اللي جاي المستورد ده بلاستيك. الكلام ده كله عار تماما من الصحه. وانا من مكاني ده بشكر كل القائمين على العمل، وبشكر كل معارض اهلا رمضان، وبشكر المواطن المصري المحترم اللي بيتعاون معانا في مصداقيه. اللحوم طبعا عندي كذا تشكيله من اللحوم، عندي اللحمه السوداني طبعا ب 130، عندي المبرده اللي هي الفريش ب 170، عندي طبعا انا شفت، انا دخلت بنفسي شفت اللحمه في منتهى الجمال، وعندي في كمان مكان للاسماك الاسواني البلدي المحليه بتاعتي، عندي السمك البلطي ب 60،
واصل عندي انواع منه طبعا وصل 130 جنيه. عندي دلوقتي كمان في باكيه لو حضرتك تبص عليها للدقيق بتاعنا المصري طبعا من 15 ل 17. عندي اسعار هايله جدا جدا. عندي طبعا المكرونات بكافه انواعها. عندي طبعا حضرتك زي ما انت عارف هي مش رمضان. انا عندي الزبيب واصل ل 60 جنيه الكيلو. انا بجد بجد انا شفته حقيقي انواع لغايه التركي. التركي واصل الكيلو ب 100 جنيه. يعني بجد بجد اسعار حلوه جدا. عندي المكرونه من 9 ل 11 جنيه. يعني بجد اسعار كويسه جدا. بقول للمواطن عندك سوقين، عندك سوق القطاع الخاص وعندك سوق الدوله اللي عاملاه لك اللي بتوفر لك فيه السلعه بسعر محترم. معارض اهلا رمضان وحضرتك عليك الاختيار. طبعا زي ما احنا اتكلمنا على الاسماك، السمك حضرتك من 60 عندك ل 70 البولتي، وعندك البوري فيه من 75 ل 110 حسب الحجم، وعند حضرتك فيه جمبري برده ب 190. يعني عند حضرتك فيه كم كبير جدا وانواع كبيره جدا من الاسماك. في بجد يعني انا يعني عندي فيه سلع كتيره، والمواطن عنده حريه الاختيار الكامل. اللي عايز يشتري منتج بسيط زي السمك البولتي، انت عارف الشعب بتاعنا اغلبيته بيحب من عشاق السمك البولتي طبعا ب 60 جنيه الكيلو. عندي البوري ب 95، فبصراحه اسعار حلوه جدا. الدقيق ب 15، وفي بعض الشركات بتبيعه ب 17 بس مش اعلى من كده الحمد لله. سلطان النجار رئيس الرقابه المركزيه بمديريه تموين الجيزه. بالنسبه لدور الرقابه في معارض اهل رمضان، دايما عندنا مفتش متواجد طول اليوم بدءا من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 9 بالليل، وموجود مقيم بصفه مستمره، ودوره ان هو بيراجع الاسعار كل يوم وبيراقب حركه الاسعار، ولو في اي شكوى من اي سعر طبعا هو بيتوجه للتاجر او للعارض وبيحل معاه المشكله. تمام. وحضرتك زي ما انت شايف الكثافه ما شاء الله، والناس كلها مبسوطه جدا، وفي استقرار هنا، استقرار حلو جدا في الاسعار. اي مشكله في التسعيره بيتوجهوا للمفتش المقيم في المعرض، وهو بدوره بيتوجه للعارض وبيحل المشكله، ودايما هو موجود من الساعه 10 الصبح من ساعه بدايه العرض لغايه الساعه 9 بالليل، وفي مرور دوري عليه من قيادات المديريه، ودايما الاسعار موجوده. في حاله عدم وجود اسعار بيحرر محضر للعارض. دكتور بلال كامل سليمان رئيس الرقابه في اداره تمويل ولايه دكرور. انا هنا دوري كرئيس للرقابه هنا في منطقه ولايه دكرور التابع ليها المعرض، ان انا مقيم بشكل يومي، بمر على المعرض هنا وبشوف المنتجات اللي موجوده هنا عندنا في المعرض انها بتكون حاجه سليمه صحيا وسليمه من ناحيه صلاحيتها للاستهلاك الادمي، عشان برضو المواطن يكون مطمئن ان هو بيشتري حاجه فعلا رخيصه وفعلا صحيه امنه على صحته وصحه اولاده. بالنسبه لكل القطاعات، بالنسبه للبقاله الجافه، بالنسبه للحوم، الخضروات، الفراخ، بنتاكد تماما وعن طريق حملات دوريه بالتنسيق معانا احنا كاداره تمويل ولايه دكرور، بيجي معانا عضو من هيئه سلامه الغذاء وعضو من الطب البيطري للكشف على اللحوم وبيان مدى صلاحيتها وان اللحوم دي فعلا تصلح للاستهلاك الادمي. طبعا هيئه سلامه الغذاء طبعا بالاضافه طبعا لهيئه سلامه الغذاء والرقابه، دور الرقابه عليها طبعا احنا بنقوم بكل الكلام ده بتوجيهات طبعا معالي الاستاذه الدكتوره هاله غريب اللي هي مديريه تموين الجيزه، والاستاذ سلطان النجار رئيس الرقابه المركزيه في اداره تموين الجيزه. ودورنا احنا كجهه محليه مسؤوله عن اقامه المعرض هنا في منطقه بولاق دكرور بتوجيهاتهم، طبعا احنا شغالين بصفه دوريه بحيث ان احنا نطمئن تماما من صلاحيه المنتجات اللي معروضه هنا. بالنسبه للاسعار بنتاكد تماما ان ما فيش اي تلاعب فيها، وده طبعا بناء على توجيهات الاستاذ سلطان النجار رئيس الرقابه والاستاذه هاله غريب. بشكل شبه يومي احنا متواجدين من 10 صباحا ل 10 مساء هنا في المعرض، وبنقوم بدورنا. واحنا عندنا كمان مكتب لتلقي شكاوى المواطنين، لو حد اي مواطن جه اشتكى من اي سلعه
بيتم سحب عينات منها عشان نطمئن تماما ان السلعة دي سليمة صحية، ونتحرى الدقة في اي شيء بنعمله هنا في المعرض.